كل أبنائنا وإخواننا في مناطق الواقعة تحت نير الاحتلال الحوثي، أقول لهم كفوا أيديكم عن إخوانكم في مأرب غير مأرب، دعوها فإنها منتنة، دعوا التعصب، دعوا العمل من أجل إيرلو، دعوا العمل من أجل مشروع الحوثي الإسرائيلي المناطقي الذي يستهدف اليمن بحضارته وإسلامه ودينه. أنتم نحن بحاجة إليكم، نحن بحاجة إلى بناء الوطن الموحد الواحد، نحن بحاجة إلى وحدة الكلمة والصف. معنا أهداف، لدينا أهداف كبرى. شكرا مأرب، وعذرا مأرب، مأرب الجمهورية هذا قدرها أن تكون هي الحاملة للواء الشرعية ولواء الجمهورية. ومن هذا المنطلق فأنا أحذر من كانوا مع الحوثة من المستضعفين ألا يرسلوا أولادهم إلى هذه المحرقة، من ذهب منهم لن يعود. فأنا شفقة بهم محذرهم أن يراعوا جيل قادم سيحاسبهم أنكم أنتم من قتلتمونا. أرجوكم ثم أرجوكم حافظوا على أولادكم، فنحن نريدهم. أنا أقدم نصيحة أخوية أبوية لجميع الإخوة في جميع المناطق تحت سيطرة الحوثيين ألا يزقوا بأبنائهم إلى هذه المعارك الخاسرة التي يروح فيها أحياء ما يعودون من هناك إلا مصندقين أو صور، يعني فناء إبادة. أنا أنصح أولياء الأمور وأنصح يعني المجندين الصغار أن يربوا عن أنفسهم من أن ينساقوا إلى محارق، وكما قال الشاعر اعتبر بزمانك، يعني الزمان مليء بالعبر، فما نراه في مأرب يعني هو حصد لخيرة شباب اليمن، حصد للجيل القادم، حصد للمغرر بهم. والأصل أن نعتبر بما يدور هناك وأن نربأ بأنفسنا وبأبنائنا وبجيل اليمن القادم الذي سيبني اليمن إن شاء الله أن يساق إلى مثل هذه المحارق. أنصح أخواتي الأمهات ألا تدفع بأولادها وفلذة أكبادها إلى الباطل وإلى تبع الميليشيات، هؤلاء الذين لا يقدرون لا صغيرا ولا كبير، يهدموا منازل المواطنين، يضربون المدن والمناطق ومدينة تعز بالذات ليلا ونهارا. أبناءنا أمانة في أعناقنا، والواجب علينا حمايتهم وتربيتهم وإكرامهم وفتح المجالات والآفاق التي تعينهم على بناء وطن وليس لهدم الأوطان. واجبهم من الآن فصاعدا أن يقوموا بإعادة ترتيب أفكارهم مع أبنائهم وفتح آفاق عمل وزرع حب الوطن في نفوسهم.